ومعنا للحديث عن تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المؤيدة لحكومة الكاظم والداعمة لها الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بك معنا دكتور. مرحبا بكم حياكم الله. دكتور، بداية، ما تعقيبكم على تصريحات الأمين العام للجامعة العربية فيما يتعلق بدعمه لحكومة الكاظمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. للأسف يعني خطوة حقيقة وتصريح فاجأنا كثيرا، ولا سيما أن جرائم هذه الحكومات، حكومة الاحتلال، قد باتت من الوضوح بمكان لا يمكن لأحد أن ينكره. وفي الوقت الذي في العراق الشعب العراقي ينتظر من الدول الجوار، خاصة من الدول العربية، أن تسانده في حقوقه، في المطالبة في حقوقه، وعلى الأقل أن لا تكون في صف المعتدي والذي قد تسبب بالأذى والضرر للشعب العراقي وللأمة أيضا، للبلاد العربية الأخرى، فإذا به هذا الشعب يتفاجأ بمثل هذه التصريحات المؤيدة لهذه الحكومات ولهذه الميليشيات. فهذه حقيقة هي كنوع من الضوء الأخضر لهذه الحكومات للاستمرار بجرائمهم ضد أبناء الشعب العراقي. هل غابت عن الجامعة العربية دكتور المظاهرات التي خرجت في ثورة تشرين وأسقطت الحكومة السابقة، والتي خرجت وتخرج ضد حكومة الكاظمي وتطالب بإنهاء الفساد وتوغل الميليشيات؟ الجامعة العربية يعني هل هي تدرك ما يحصل في العراق فعلا، أم أن هذه التصريحات بلا قيمة سياسية؟ ما يتساءل به أبناء الشعب العراقي والعديد من القوى الوطنية، لأنه المفروض أنه بالجامعة العربية أن تكون سندا للشعوب، ليست هي وجدت لمحافظة على الحكومات أو لكراسي ومناصب هذه الحكومات. هذا فضلا عن أن هذه الحكومات خاصة في العراق هي ضررها قد تعدى أبناء الشعب العراقي إلى غيره. كان يفترض ويتوقع والمأمول أنه تقف هذه الجامعة العربية مساندة للمطالب، مطالب الشعب العراقي. وكما قلت في البداية، الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي ليست خافية، والجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنة الأخيرة على الأقل أو أكثر من سنة تجاه المتظاهرين السلميين والدماء، بحار الدماء التي سفكت على يد قوات الأمنية والميليشياوية التي تستند وتستظل بظل هذه الحكومة السياسية، كل ذلك خافيا، بات يبدو خافيا، ولم تنظر هذه الجامعة إلا بمنظار واحد، وهو إلى المنظار الرسمي والمناصب الرسمية فقط، ولم تأخذ بعين الاعتبار شعبا بأكمله يذبح ويقتل. نعم. وتنهب ثرواته. وهذا ما وصفتموه في بيانكم دكتور، أن تلك التصريحات خروج عن المبادئ العامة المعلنة للجامعة العربية. كيف أو ما هو المطلوب كي تعود الجامعة العربية إلى مسارها المتعلق بقضية العراق؟ يعني للأسف هو يعني منذ سنوات نحن رأينا، أو بات الشعب العراقي خاصة والعديد من الشعوب المنطقة، أنه هذه المؤسسة، مؤسسة الجامعة العربية، كأنها بدأت تغض الطرف وتغض النظر عن الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعوب، حتى يكون يعود الأمن للمنطقة جميعا، وتعود ثقة الشعوب بهذه المؤسسة، مؤسسة الجامعة العربية، وتعود ثقة الشعب العراقي أيضا بجيرانه وبأخوته لهؤلاء الجيران، أنه ننتظر أن يقفوا في صف هذا الشعب، في صف مطالبه المشروعة على الأقل لوقف هذا نزيف الدم الذي هو مستمر منذ 18 عاما على يد الاحتلال وأعوان الاحتلال، والجرائم التي ترتكبها إيران وأبناء إيران وميليشيات إيران. والمشكلة كما قلت أن هذه الجرائم لم تعد قاصرة على أبناء الشعب العراقي، بل هي تعدت إلى غيره. فنأمل، وهذا المأمول من قبل أبناء الشعب العراقي جميعا، أن تقوم هذه الجامعة العربية وبقية الدول العربية الأخرى بالقيام بواجبها بمساندة الشعب العراقي والوقوف في صف مطالبه المشروع.
دكتور، كيف يمكن أن تساهم هذه التصريحات في دعم سياسة القمع والانتهاكات بحق الشعب العراقي، وفي تأكيد أن ما تقوم به الحكومة وما تقوم به الميليشيات الطائفية هو في الحقيقة أمر قانوني ضد الشعب العراقي، وبالتالي هناك على ما يبدو دعم عربي من خلال الجامعة العربية وما جاء على لسان أبو الغيط لهذه الممارسات والانتهاكات؟ بالتأكيد، يعني هذه الميليشيات والأجهزة الميليشياوية والأجهزة الرسمية الميليشياوية الأخرى، لأن الميليشيات هي على نوعين، براية ميليشياوية معلنة وبراية رسمية يعني رسمية حكومية وزارات وغيرها، كل هؤلاء يمارسون جرائمهم منذ سنوات بسبب أنه أمنوا من العقاب، فلا عقوبة داخلية لأنهم سيطروا على الوضع الداخلي ولا محاسبة عليهم، ومن الخارج خارجيا أيضا ينظرون إلى مثل هذه التصريحات وغيرها من الدعم الدولي والدعم السياسي للحكومات وغيرها من المجتمع الدولي، ينظرون إليها على أنها تأييد لهم للمضي والاستمرار بمثل هذه الجرائم، فهم إذن ينظرون إلى هذا التصريح بأنه تأييد، وهذا التأييد معناها المضي والاستمرار على ذات المشروع الإجرامي في كل مفاصله وبجميع أنواع الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب العراقي. يعني عندما يدعو الأمين العام للجامعة العربية الكاظمي لزيارة الجامعة ويقول بأن الجامعة على استعداد لتنفيذ ما تطلبه بغداد، ماذا تستطيع أن تفعل الجامعة سواء مع بغداد أو مع غيرها من الدول والأنظمة العربية التي للأسف مارست جرائم بحق شعوبها؟ بحسب القانون وبحسب مبادئ الجامعة العربية تستطيع، يعني لو أرادت، لو كان هنالك إرادة سياسية فتستطيع هذه الجامعة، هذه المنظمة وغيرها أن تقف بحزم تجاه هذه الحكومات لردعها عن مثل هذه الجرائم، على الأقل أنها تبدي استنكارها لهذه الجرائم وأن لا تعطي هذه القيمة السياسية لهذه الحكومات والتأييد، والذي يفسر كما قلت قبل قليل، هذا التأييد يفسر بأنه إسناد ودعم للمضي بهذه الجرائم. فهذه الجامعة العربية وغيرها من المؤسسات الأخرى، لأنه عتبنا ليس فقط على الجامعة العربية بل عتبنا على المنظومة السياسية عربيا كانت أو دولية، كله المجتمع الدولي عتبنا عليهم أنهم يقفون في صف الظالم ضد المظلوم، في صف المختطفين لهذا البلد والمنتهكين لحقوق الشعب العراقي، راضين الطرف عن الذين انتهكت هذه حقوقهم دماء وأموالا وأمنا وأمانا. أشكرك جزيلا دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.